السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي. أولا المجال الناشئ عن سلك مستقيم، فعند مرور تيار ينشأ مجال مغناطيسي. لاحظ عند غلق الدائرة وانحراف إبرة مغناطيسية، تنحرف الإبرة المغناطيسية عند مرور تيار، إذا تيار ينشأ عنه مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف دائري، لاحظ تكون مجال مغناطيسي عند غلق الدائرة انحراف البوصلة الإبرة المغناطيسية، دليل على أنه عند مرور تيار كهربي في ملف دائري ينشأ عنه مجال مغناطيسي. لاحظ عند غلق الدائرة تنحرف البوصلة. المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف لولبي، عند مرور تيار كهربي في ملف لولبي تلاحظ شكل المجال.